السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه سكودا جبنا مولاها عنده مشكل، في المنوط، طور السيارة به تنوض تشعلو الاو بي سي. بون كي درنا لها سكان، المهم انا علو كي حكى لي بعد دي طيش كي تبان لي لاشين ديكاليا لا كرو ديستريبيسيون ديكاليا اسونسيال. كي درت له هنايا سكانر خرجوا لنا لي ديفون معروفين تاع الديكالاج تاع لان 6 ام بي، هذا الموتور لان 6 ام بي. يخرج لنا الكابتر هذا دو بو دولار براكام، والكاليتي دو كاربيرون انسيفيزونت. هذو هما لي ديفون معروفين، هذا الكابتر دو بو دو دولار براكام، والكاليتي دو كاربيرون، وتشالك لو بي سي والتيراج يموت. دوك نزيدو كي نحلو نزيدو نعطيولكم. هذه تكالات قبل بلا شي لوتي عليها راهي مديكالي هاك. عليكم هنا لوتي. بون هنا رانا حلينا منها، وهنا طلعنا بيستون تاعنا، طلعنا عفلر. راح نزيدو نركبو لوتي هذه نفيكسيو بيها في البروكا. اروح سي عماري ركب تشوف. هاديكم لوتي لي تركب هنايا باش تفيكسي لي زر براكام، هي باينة هنا هاربة. بون هنايا في البروكان راهو فيكسي هنا، هنايا لوتي ما تحبش تركبها. هاديكم هنا كيما تشوفوا، بعد ما نحينا لاكروا وركبنا لوتي تاعنا منا، شوفوا هنايا الديفو لي زدنا لقيناه، لقينا بينيون ديفازور فيه الجو كيما تشوفوا. بون هنايا مولاها ما حوس على البينيون هذا، ما لقاش. كي فتحنا ديمونتينا نشوفو معايا هنا واش لقينا. لقينا هنايا بدا يتحفر هنا، ومام هنايا شوفو لاطراس هنا. لقينا هذا البيستون، هذا هو لي فيكسي بينيون يدخل هنا. هنا لقيناه داخل وراه تاعي، يخرج منا باش يفيكسي. هاو كيف يخدم هو، دخل تشوف الزمن هاو يخرج، هاو يخرج منا. كي يخرج هنا يدخل هنا، ها باش يفيكسينا البينيون، يرجع سامبل يولي ما يكونش فيه نص الدورة هذيك اللي شفتوها قبيل. المهم كي ديمونتينا زدنا لقينا الروسور تاعو اللي يدزوها ومكسر، لقيناه مكسر وراه النص تاعو الدوزيام راكب على بعضها. او الروسول تكسر. المهم دوك نحاولو كش ما نديبانيو حتى كش ما يلقى لها بينيون تاعها دوريجين. او الروسول تاعو القديم، زيد تشوف الروسول اللي فكرنا الروسول شوية. انا عارف اوريكم الروسول اللي فكرنا ان شاء الله يصلح برك. قال الريجل اللي برز الدخل شوية بركة كثرش بزاف. هيك هيك دوروك شوية نسي. هنا الجوان تاعو كما تشوفون بلاطي خلاص، نديرو مسحة خفيفة نتاع سيليكون باش ما يضيعناش الزيت من بعد. انا راح نديباني برك السيد كش ما حتاني يلقى بينيون ضيف ولا فلاكاس ولا بجديد. هنا بعد ما ركبنا البينيون تاعنا نوريكم هنايا، هنايا وجه تنحى بقات فيه حاجة قليلة خلاص. حاجة قليلة هذه من بعد كي يتعمر بالزيت لداخل بربي ان شاء الله تتنحى. وهذا الالكتروفون بعد ما نيتوايناه كان مسخ في حالة، نيتوايناه لا نديرلو شوية زيت ونركبوه. ترانسميتور دو تمبيراتور دو ليكيد رفروديسمون كيف فصينا الديفو وحبست.
درنا الديفو هذا، هذا نتاع الكالكيلاتور هذا. بسم الله. هاريكم ضربة ناض. الحمد لله قبل كانت صعيبة حتى في المنوض، بعد طول بها تنوض بركة كما تشوفوا. الحمد لله ضربة ناض. سيون فاصيل الديفو هذا، هذا ديفو الكالكيلاتور. الحمد لله بركة حتى كي ندخلو ما كانش لي ديفو نتاع الديكالاج اللي كانوا يخرجوا لنا قبل. هادو بكري عنده، هادو بكري شايلين، هادو من بعد نشوفو عليهم. طفيو ضربة تنوض ما شاء الله. قبل كانت تطول بها تنوض. هذا هو الفيديو، ان شاء الله تستفادوا. نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.